ترانكيل 36 دقيقة لهفة كبيرة نشوفوا فيها عايشينها توينسا الفترة هذه. نفاذ عديد المواد من الأسواق كما سميت كما الفارينة وغيرهم. ونظمة الدفاع عن المستهلك تتخذ قرارات جديدة يظهرلي باش نحكي عليها بأكثر التفاصيل مع رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سي سليم سعد الله. مرحبا بك على راديو مات. مرحبا ومرحبا بكل مستمعي اذاعه راديو مات. يعيشك دونك سي سليم. كيما قاعده تشوف في لهفه كبيره الفتره ذي في الاسواق ادت الى النفاذ برشا مواد معناتها من الاسواق يظهر لي على اثر خذيتو اتخذتو عديد الاجراءات والقرارات. شوف هذايا راهو ماهوش غريب. تونس خايفه خايفين صحيح معناتها راهو فهمت، لكن اللهفه على المواد الاستهلاكيه جعلت فما نقص كبير في المواد هذه كما السميد كما الفارينه كما السكر. البارح اختينا قرار مع سيد وزير التجاره المراقبه الاقتصاديه مع الغرفه غرفه المساحات الكبرى مشكوره اللي يتم التزويد معناتها نتاع المواطنين اليوم ما عادش اللي باش تدخل تعبي 20 و30 و40 كيلو سميد وفارينه وتعبي معناتها انت تخلط الاولاني تعبي وتخلي غيرك بلاش راهو هذا ماهوش معقول. اكيد ولينا خذينا الاجراء باش ياخذوا زوز باكويت فارينه، زوز كيلو فارينه، زوز كيلو مكرونه، زوز باكويت حليب. هذوما توا اللي باش تلقاهم في لي غرون سيرفاس ابتداء من اليوم وبدات معناتها تطبق العمليه هذيا. أموها باش نحدو من اللهفة في الكميات وراهو اللي نوعدوا به التوانسة ورانا وعدنا وقلنا راهو المحلات راهي باش تقعد محلولة ولو يصير معناتها تتسكر البلاد تقعدوا العباد في الديار لازم حد باش يخرج يقضي وتلقى المحلات محلولة. العطار لازم يقعدوا محلولين، الجرون سيرفاس راهم محلولين والتزويد راهو عادي. لكن الإشكالية اليوم المطلوب منا باش نقعدوا في ديارنا ماناش باش كي ناخذوا هالكميات الكبيرة هذه نخبيوها في الدار معناتها باش نقضيوا على الفيروس كورونا. هذا هو مش هكا. لازمنا نتبعوا ونقراوا حسابنا ونعملوا حساب لغيرنا. ما تبقى ضعيفة عنا في البلاد وريتوا الارتفاع في الأسعار وصلت معناتها الأسعار والاحتكار وبرشا معناتها عنا في تونس مالورزما اللي قاعدين يحاولوا يستغلوا في التونسي في الظرف هذايا. راهو عيد فيقوا على وضعكم اليوم رانا في وضع الناس كل لازمها اليد في اليد باش نجموا نتحداوا هالشيء هذايا. راهو العياذ بالله كان يتفشى المرض هذايا ورانا اونتيري ماشيين له معناتها هاكم تراعوا معناتها في الارتفاع في الأعداد المصابين وخدوة راهي بدات في إيطاليا بزوز هاكم تراو اليوم شنو في اسبانيا بدات بزوز هاكم تراو شنو اللي صاير ما نحبوش نوصلوا لهذاك. اموا اليوم يقول لك مصاب جينا كيفكم انتوما في ستاد ان ستاد دو تنقول لك شنو اللي نعملوا لكن راهي الارواح طايحه قاعده ونردوا بيننا. هذا اليوم راهو الخطاب اللي لازم توصل يوصل للتوانسه. راهو مرضي خوف رانا لازمنا نعرفوا كيفاش نستعملوا نتعاملوا معاه. راهو مش معقول في الشيء اللي قاعدين نستهتار به المرض هذايا راهو ماهوش معقول. اليوم المقاهي تحل الباب فهمتي ولا يدخل بال 30 40 ويهبط الباب ريدوز زعما مسكر والعباد قاعده تتكيف في الشيشه وتشرب القاوي في المقهى وتجمع فهمتي ولا بال 30 40 واحد. راهو مش معقول هذايا معناتها كي يخرج من القهوه ما غاديك باش يهز الفيروس معناتها باش يهزوا لعائلته يهزوا لخواته يهزوا لامه يهزوا البو. راهو مش معقول. لازمنا نفيقوا على وضعنا من ظلكم فيقوا على وضعكم. راهو رانا الخسر محدق بينا دو 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 بارتو ونحن قاعدين معناتها مستهترين ولا وقريب خفيفه وما تعمل حتى شيء. راهو خطر. راكم قاعدين تتفرجوا معناتها في ايطاليا شنو اللي صاير في اسبانيا شنو اللي صاير في فرنسا شنو اللي صاير. اليوم نفيقوا على وضعنا ونطبقوا التعليمات اللي قتلنا عليهم وزاره الصحه ونقعد في ديارنا ونقللوا الخروج يهديكم اموا نعملوا 15 20 يوم الشهر وموا تتعدى هالموجه هذيا وان شاء الله ربي يحفظ. برافو سيسليم. برافو سيسليم. قلت لازم يتقال الكل. احنا في حاجه الخطاب كما هذيا اليوم باش يوصل للمستمعين. نرجعوا لبعض القرارات جوست بعض التفاصيل للناس اللي ما فهمتش. دونك في لي غون سيرفاس اليوم القرارات انت سميت الحليب والفارينه وشنو الاخر والسميد والمقرونه هذوما هما المواد اللي نحكيوا عليهم اليوم. ما تنجمش تفوت زوز كيلو فيهم. بالضبط. خلي أموها تلقى العباد الكل معناتها باش تلقى معناتها تتزود. راهو التزويد فما راهي الكميات موجوده. هذاك اللي تسالك عليه سي سليم راهو فماش فما دي برودوي اللي ماهوش موجودين في لي كون سيرفاس كيما السميد وكيما الفارينه مثلا نعرف برشا ناس قلب الدنيا. انا كي نعطيك معناتها الكوش الكل تاخذ في السميد والكوش الكل تاخذ في الفارينه والمغازات الكل تاخذ واللي ياخذ من 50 و60 كيلو قاعد يخبي فيهم في الدار كيفاش باش تلقى؟ قاعدين يهبطوا كل يوم في 1150 طراته معناتها قاعده تهبط زادت معناتها اليوم
باش معناتها باش تزيد معناتها الفارينة نهايرين الثلاثة باش تبدا موجودة راهو نمشيو بالسيستم هذايا كل واحد ياخذ نص كيلو وكيفاش تقطع سلام بربي حتى ترجع تاخذ اي فوالا كيفاش تقطع وقت اللي احنا نحكيو على مصر نتاع حبوب قياسي صابه قياسيه سنا حكينا عليها وتبعناها ثم تزويد يحكي على تزويد ولا احتكار ايه ولا اي معناتها هو اللي يخلي ممكن المواد تنقطع بالضبط بالضبط راه التزويد انت كي هبتوا الصباح وتخلط انت الاولاني ويخلط ال 100 الاولانيين يخلطوا ياخذوا بال 30 و 40 كيلو 50 كيلو ما يخليوش اللي بعدهم معناتها انت كي تجي ال 10 ولا 11 ونص النهار ما تلقى حتى شيء داكوردو حتى غدوه تتعاود تتزود باهي هذا بالتنسيق مع هذا بالتنسيق مع وزاره التجاره لكن باهي اوكي القرارات باهيين معناتها اليوم ينجموا ينقصوا ولا الضغط هذا لكن يظهر لي ثم ردع يلزم تكون ثم مراقبه سي سليم سعد الله في الموضوع هذا الردع موجود اليوم هبطوا هكا على نشريه نتاع وزاره التجاره المخالفات اللي صارت والكميات اللي تم حجزها واللي هي توا اليوم تعاودت معناتها هبطت للسوق اللي تحجز مئات الطرانك نتاع السميد نتاع فارينا اللي تشدت الكل عاودت رجعت للسوق واليوم راك مش شده في بالك القبليات معناتها شدوا كميات كبيره 180 الف قبلي يشدوه معناتها يضاربوا بهم اليوم القبليات معناتها وصلت من 37 دينار لل 110 فرنك حتى الكمامات والقفازات الطبيه الكمامات الجيل الجيل كيف كيف اليوم في احصائيه لوزاره التجاره من اللي بدا معناتها الفيروس هذا في تونس حتى لليومنا هذا حجزوا 90 الف كمام و 125 الف قفاز طبي و 2700 علبة جيل معدل كلها هو كلها مخفية نحتكروا في كل شيء إطار للمضاربة بالأسعار بعد بالجيل عليه بالضبط باش بيع وغلبها كما قلت لك اليوم نحن في الاستهلاك نتاعنا ترشيد الاستهلاك نتاعنا ناخذوا اللي حاجياتنا ما ناخذوش أكثر بحول الله معناتها نهايرين ثلاثة ويكون كل شيء متوفر موجود معناتها في المغازات وناخذوا بالكمية المعقولة باش ما نخليوش المضاربين اليوم فلفل وطماطم وصلت ب 4505 دينارات كيلو فلفل شنو نعمل بيه الفلفل اليوم ما ناخذوش والله على ذكر الفلفل والطماطم كيلو فلفل وكيلو طماطم مع بعضهم اليوم ب 5300 قال لي كان يقول فيه توا قال لك وصل حتى ب 4000 كيلو في الكيلو فلفل اي مع خذيته مع بعضهم ب 5300 انسما قال لي معناها كس انسما سلكتها انسما سلكتها معناها 5300 لا ما سلك ما سلكتهاش قول له خليهم عندك اي ليه بارابور لغيري معناها فما عباد تاخذ في الكيلو فلفل وحده ب 4000 تويكا معناها وصل خويا العزيز في بعض الاماكن حتى الخمسة دينارات الكيلو فلفل داكوردو راهو اليوم ما حسش بيه الفلفل خليه له عنده غادي نهارين ثلاثة باش يطيح في السوم نتاعو لازمنا نحن بينا نرجو امورنا قداش مراقبة اقتصادية قداش باش تشد لكن اليوم ان فينومين ما كنت راهو فيه معناتها في كامل صورة بالجمهورية لكن نحن لازمنا زادة باش نقوموا نبعثوا الميساج هذاك ما نشريش انا بالاسعار هذيك ما تستغنيش فما المواد الاساسيه لازمكم تاخذوها صحيح اما حاجات كيما هذيا زايد الفلفل موش وقته خليه غاديك والكميات قاعده تهبط كميات كبيره سوق الجمله لكن قاعدين يضربوا فيه على خاطر سمعوا سوا ديزون معناتها الاسواق الاسبوعيه باش تسكر مشاو خذوا كميات باش يضربوا فيهم راهو هذا مش معقول معناتها فين يتحرك التونسي لازم باش يلقى المضاربه وباش يلقى الارتفاع في الاسعار راهو عينا راهو فما عندنا طبقه ضعيفه راهو عندنا طبقه ضعيفه راهو الناس بسطاء راهو الناس فقراء راهو الناس ما يخلطوش لو فات انت باش يرتفع السعر عليهم ما عادش يلقاو رواحهم علاش عباد يعيشوا معانا هذوكم في تونس الثوم ب 22000 هذا حديث الموسم عندهم قالوا باش يداوي الكورونا سي با فري تي قلنا لهم في عديد المناسبات وقلوا ترى يكذبوا عليكم شنو ما فما من 7-8000 فرنك يطلع 35 دينار وصل عيب كارثة خلي عندهم ما عشناش بيه خويا الثوم خليه عندك خلي يصوف عندك هذيك ما نشارينه وقاعدين المراقبة قاعدة ناخذوا في المحلات اللي فيها الكميات نتاع الثوم وقاعدين يهبطوا وقاعدين يحجزوا في الكميات هذوما ويتحملوا مسؤولياتهم الإجراء نتاع يعني زوز كيلو زوز كيلو كلك سوا مقرونة سميد فارينة وحليب اليوم ما تتخلى حيز التنفيذ كرئيس منظمة سي سليم سعد الله اليوم شنو بعد نهار نجم نقولوا توا نهار فات معناتها فترة الذروة نتاع القضية توا كنت باتصال قبل ما تكلموني مع سي هادي بكور رئيس الغرفة نتاع المساحات الكبرى قال لي بدنا نطبقوا فيه جميع المساحات الكبرى اللي جاي معناتها بشاريو جاي بخمسة وستة وعشرة كيلو يقولوا ارجع ما انت ما عندكش الحق وكاتبينها في واليوم معانا الاعلام بحول الله باش يوصل المواطن كي يدخل ياخذ 15 كيلو ويخرج على روحه داكوردو بارك الله فيك سي سيم سعد الله شكرا على المجهود نتاعكم دونك كان معنا سي سيم سعد الله رئيس منظمه الدفاع عن المستهلك في تونس